تزامنا مع انتصارات القوات الأمنية في قضاء الفلوجة وتحرير القرى العربية في محور مخمور بأمرة اللواء نجيم الجبوري قائد عمليات نينوى. احنا هناك توصيات انه فتح المنافذ الآمنة لأهالي نينوى الفارين من ويلة داعش، مناشدة المجتمع الدولي للتعاون لطرد أو المشاركة الفعلية لتحرير محافظة نينوى. هناك الخطة المدنية لمحافظة نينوى لاستقبال وإيواء النازحين، التنسيق بين قيادة عمليات نينوى والحكومة المحلية لمحافظة نينوى. كل هذه البوادر بوادر خير، نتأمل أن نزف البشرة لأهالي نينوى النازحين والمحاصرين باستثناء القتل وهتك العرض، هذه الجرائم التي لا يمكن أن يكون العفو مشمولين بها، باستثناء ذلك العفو والمصالحة على أهبة الاستعداد من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة نينوى. نطالب الحكومة الاتحادية بضرورة التنسيق العالي مع حكومة الأقليم لعبور العوائل العالقة على الحدود السورية العراقية، لكون وضعهم المأساوي، يعانون الجوع والخدمات الطبية والمأكل والمشرب، وضعهم الإنساني رديء جدا، وضعهم المأساوي. أكدنا خلال لقائنا مع مسؤولين الأقليم لاستحصال الموافقات لدخولهم، كان هناك بادرة رئيس الوزراء لفتح مجمعات مخيمات لهم، وإن كانت لم تكن هناك للسرعة ولغاية السرعة، فنلتمس أن يكون هناك جواز المرور باتجاه محافظة كركوك ومحافظة بغداد. زيارتنا لقيادة العمليات هي ليس الزيارة الأولى ولا الأخيرة، تنسيق هي قيادة عمليات تحرير نينوى، فواجب التنسيق مع الأخ اللواء نجم الجبوري، رجل فعلا قائد أراضي نينوى، البوادر التحرير، خاصة في هذه الخطة الأخيرة كانت انتصارات جدا رائعة مع خسائر قليلة مقارنة ببقية القطاعات والمناطق التي تم تحريرها. شكرنا وتقديرنا للسيد القائد، الرحمة للشهداء، والطلب من العلي القدير الشفاء لجرحانا. شكرنا وتقديرنا لكافة القوات التي شاركت وساهمت وساندت في تحرير هذه الأراضي.